فيديو النهاردة بعنوان الربح من اليوتيوب من إعادة رفع الفيديوهات بعد دمجها والتعليق الصوتي عليها. إزاي أنا أعمل بقى التوليفة دي؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه في فيديو النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سلسلة الربح من اليوتيوب وأفكار بجيبها لكم كل يوم، لعل وعسى حد منكم ياخد أكشن يبدأ يشتغل وربنا يكرمه ويبقى هو ده باب الرزق أو المشروع بتاعه اللي يشتغل عليه من اليوم. From now on تاخد أكشن وتبدأ وتتوكل على الله. فكرة النهاردة بسيطة، يمكن اتكلمت عنها في فيديو يمكن من سنة أو أكتر، و هي لاقى إعجاب الكثير من الناس. يمكن حد من يومين أو ثلاثة سألني وهو فكرني بصراحة بالفيديو ده وقال لي إيه الجديد بتاع الموضوع ده، عشان كده أنا حابب النهاردة أتكلم عن نفس الفكرة اللي اتكلمت عنها من فترة طويلة، ولكن بقى مع الرؤية الجديدة والاستراتيجيات الجديدة اللي إحنا ممكن نطبقها علشان نقدر نفعل ما يسمى مانيتايزيشن. تعالوا نبدأ على طول مع الأفكار اللي احنا حابين نعرضها عليكم النهاردة. أول حاجة هتكلم معاكم عن هذه القناة، قناة Daily Dose of Internet. وهي صاحب هذه القناة هو شاب أظن أمريكي، هو وفر علينا كتير لأن هو كتب لنا هنا خلاصة الموضوع بدل ما نقعد نسأل أنفسنا هو بيعمل إيه. تعالوا أترجم لكم الجزء ده بالعربي ونشوف هو بيقول لنا إيه وبيسهل علينا الأمور إزاي. طبعا معلش عشان هنا بيكون في انجليزي مع العربي فبتبقى دي المشكلة. هنبدأ من هنا. مرحبا بك في قناة Daily Dose of Internet، حيث أبحث عن أفضل، هو اللي بيقول بيعمل إيه، بيبحث عن أفضل مقاطع الفيديو الشائعة أو مقاطع الفيديو التي نسيها الناس وأضعوها جميعا في مقطع فيديو واحد. أقوم بالتحميل مرتين في الأسبوع للحفاظ على جودة الفيديو عالية. أطلب دائما الإذن أو بياخد دائما البرميشن أو الإذن من أصحاب الفيديوهات لمشاركة مقاطع الفيديو التي أجدها. وهنا بيخاطب الناس بيقول لهم لو أنت عندك مقطع صورته وأنت شايف أنه هو بجودة عالية ابعته لي، و مش بس كده انا هعرضه عندي وهدي لك فلوس. You will get paid، ستحصل على اموال، انت بس ارسل لنا المقاطع بتاعتك واللي انت تكون صورتها بنفسك طبعا، وطبعا لازم تكون اكتر من 18 سنة، يعني هو بي طبعا عشان يبعد عن اي مشاكل وعامل موقع مخصوص لهذا الامر تروح عليه وترفع له الفيديو ويدي لك فلوس. يبقى تاني هو بيعمل ايه؟ بيدور على افضل مقاطع الفيديو الشائعة. يا سلام، يعني هو ده اللي هو بيعمله؟ اه طبعا ما بيعملش اي حاجة تانية. تعالوا بس نرجع تاني لما كنا عليه وافرجكم بقى على الفكرة بتاعته بيعمل ايه بالظبط. يعني الموضوع والله لما تشوفه فعلا هو بيعمل ايه هتتعجبه، لان هو لا يخترع اي شيء ابدا، وكل اللي عليه ان هو بيجمع الافكار مع بعضها. زي هنا مثلا خلوني اخد الفيديو ده لان ده اللي انا حضرته لكم، الفيديو اللي هو من اسبوعين بالظبط. زي ما انتم شايفين هذا المقطع، الطفل ده اللي فيه بيرد هنا طائر بيحاول يغلس على الولد ده. طبعا ما ننساش دي القناه بتاعته، هي Daily Dose of Internet، مش كده؟ شوفوا بقى الفيديو ده هو اخده منين. هو اخده من هذه القناه اهو. القناه اختلفت بقى اسمها Viral Hug. يبقى هو خده من هذه القناة، وانا على ما اظن فيرال هوج دي بتبيع كمان المقاطع، يعني انت ممكن تشتري منها هذه المقاطع. فهو ما عندوش اي مشكلة ان هو يعمل ده ويحط هذه الاشياء مع بعضها. هنا بقى هو عمل ايه؟ لو رجعنا هنا عمل ايه؟ كتب هنا كل الفيديوهات اللي هو اخدها اهو من هذه المواقع، ومش بس كده ده في هنا انستجرام كمان، يعني هو في فيديو اخده من الانستجرام، يعني هو بيقعد يدور في كل السوشيال ميديا علشان يصل لفكرة ويجمع الفيديوهات مع بعضها ويضعها. طبعا بيبقى في تعليق صوتي منه كده في البداية، ده الفيديو اللي هو اخد منه جزء، بعد كده بيعلق تعليق صوتي في البداية. يعني انت لو تلاحظ هنا في البداية هو بيتكلم عشان ما حدش يقول ان هو ما بيعلقش، لا بيعلق بصوته وبياخد بالفيديوهات دي ويجمعها ويشيل منها طبعا الصوت الاصلي وخلاص. ادي القصه، ادي الفيديوهات بتاعته. خد بالك هنا، بص ايه في ايه هنا. الله، ده انت يعني ده انت عامل جوله انستغرام على تيك توك، على انستغرام على تيك توك على يوتيوب، هنا الانستغرام تاني ويوتيوب. يبقى انا هنا اخلي بالي انا بعمل ايه. انا بجمع مجموعه من الفيديوهات،
بحطها مع بعضها واشيل طبعا الصوت اللي فيها الاصلي، وانا اعلق تعليق صوتي، ويعني بعضهم بيحط ميوزك وخلاص. ادي فكرة الفيديو. هل بقى بيكسب؟ يعني بصوا هنا الارقام اللي هتخضكم، هنا شايفين الرقم ده 448. دايما بقول لكم من واقع الخبرة تاخدوا النص. فاكرين تفاصيل هذه القناة فتحت امتى؟ فتحت في 2015 اهو مقرها الولايات المتحدة الامريكية، في اخر 30 يوم 102 مليون مشاهد. اما القناة التانية اللي انا حابب برضو استعرض نفس الفكرة من خلالها، القناة اللي عندها 7 مليون مشترك، شوفوا هنا بقى بيعملوا ايه القناة دي. اللي دي على فكرة من اشهر القنوات في مجال التكنولوجيا، اللي هي الكوانتم تك اتش دي. طبعا الفيديو ده تم رفعه من ساعات، يعني ده احدث حاجة اليوم، هو 20 اكتوبر، وخدوا بالكم 63 ألف مشاهدة في سويعات. يعني بيعملوا ايه بقى؟ طبعا هي هذه القناة برضو بتعتمد على نفس الفكرة، جمع 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 فيديوهات، حطهم مع بعض، حط موسيقى وخلاص. الجميل بقى والملفت هنا للانتباه ان هم واخدين هذه المرة جزء او مقطع من فيديو لقناة عربية اسمها فن وابداع محمود. فهنا الجزء اللي هم اخدوه فن وابداع محمود، انا كنت فاتحه هنا ومحضره لكم. ده الجزء اللي اخدوه من محمود، اهو طبعا لازم يدوله الكريدت، كاتبين اهو اسمه فن وابداع محمود. طبعا نلاحظ حاطين مزيكا كتبوه فوق بالانجليزي هو بيعمل ايه، وكاتبين هنا اسمه بالعربي، وكاتبين اسم القناة. اللي هم عاملينه ده ينفع؟ ينفع. دي القناة الأصلية بتاعت محمود، وهو دي قناته فن وإبداع محمود، ده الفيديو وده اللي هو بيعمله. هل هم تواصلوا معاه ولا لا؟ أنا هنا شفت الصفحة بتاعته، أنا راسلته من شوية وسألته، قلت له هل هم طلبوا منك ان هم ياخدوا الجزء ده ولا واخدينه من غير اذنك؟ هو في انتظار الرد، وان شاء الله في الفيديو القادم هبقى اقول لكم هو رد عليا وقال لي. لكن هي دي الفكرة، مجرد هما بيجمعوا اهو كل جزء اخدينه حاطين التفاصيل بتاعته. تخيلوا لما قناة تبقى قايمة على هذا الموضوع. يبقى انا كده استعرضت معاكم قناة ديلي دوز اوف انترنت، وفرجتكم ان هي قائمة على فكرة اعادة رفع الفيديوهات بعد دمج المقاطع مع بعضها ووضع خلفية موسيقى او تعليق صوتي. اما ايه القناة العربية اللي انا هكلمكم عنها النهاردة؟ هي قناة متع عقلك، ودي قناة ما شاء الله 8 مليون مشترك، دي قناة على ما اظن سعودية. نفس الفكرة والله، نفس الفكرة، يجمع يعني مجموعة من الفيديوهات وهو بيعلق تعليق صوتي بنفسه، فنفس الفكرة ادخلوا عليه. على فكرة متع عقلك دي بقى ما شاء الله عليه، ربنا كرمه من وسع. بدأ يعمل ايه بقى؟ شوفوا هنا على اليمين، اسمعوا قناة متع عقلك شخصيات، متع عقلك حقائق، متع عقلك رياضة وألغاز والفن فايرل، وهنا في الفن فقط لا غير كده، فواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، حتى الرياضة ما سابهاش، فما شاء الله عليه. طبعا أكيد بقى دلوقتي عنده فريق عمل بيطلع له كل المعلومات. انتوا بقى ادخلوا اتفرجوا على هذه القنوات، هتلاقوا ان هو بيعمل اللي انا بقوله ده، اللي هو بيجمع فيديوهات ويعلق تعليق صوتي وخلاص. لكن ما تاخدش فيديو من اوله لاخره كده، تنزله على اليوتيوب وتاخد الفيديو من اوله لاخره وتحطه زي ما هو حتى بصوت صاحب الفيديو، ما ينفعش. لو خدت مجموعة فيديوهات وعملت لها مونتاج، وانا اتكلمت في حلقة سابقة، اسيب لكم الرابط بتاعها ان شاء الله، ايه هي برامج المونتاج المجانية اللي انت ممكن تعملها داونلود وتشتغل عليها مجانا. اذا تجمع الفيديوهات تحطهم مع بعض تدمجهم، تحاول بقى تعمل تعليق صوتي محترم. طبعا لا تستهين بعقول البشر، لازم يكون شيء له قيمة وجودة. ده مشروع هتتعب فيه على فكرة، وانت حابب تشتغل في هذا الامر، ده مشروع وهتتعب، هتجتهد، هتشتغل وتتعلم المونتاج وتتعلم ازاي تنزل الفيديوهات وازاي تدمجها وازاي تكتب سكريبت يتناسق ويتفق مع اللي انت منزله، بعد كده تعمل التعليق الصوتي والفويس اوفر. لازم طبعا يكون صوتك كويس، لو ما كانش شوف حد بقى يشتغل معاك ويكون عنده القاء كويس. اخر حاجة انهي بيها احقاقا للحق، يعني كلمة حق لازم اقولها. فاكرين لما كلمتكم من 3 فيديوهات سابقة عن قناة عشوائيات لعمرو عابدين ومجموعة القنوات الاخرى ليه هو وفريق العمل بتاعه؟
انا حقيقة لم اكن اعرف ان هناك قناة اخرى اسمها عشوائيات فكرية. وانا بعمل السيرش بتاعي اكتشفت ان في قناة اسمها عشوائيات فكرية، واكتشفت ان هذه القناة هي اردنية، تحية لاهل الاردن، واكتشفت انها قبل قناة عمرو عابدين. فيعني حبيت بس ادي كل واحد حقه. اذا قناة عشوائيات فكرية هي قبل قناة عشوائيات لعمرو عابدين، فالله اعلم، انا لا اسيء الظن باحد، احتمال يكون عمرو اخذ فكرتها من هذه القناة. اكلمكم عن سلسلة عشوائيات، ده اتضح ان في كذا قناة بعد كده ظهرت بنفس الاسم، لان في ناس بتعمل ايه بقى، خدوا بالكم ركزوا معايا، في ناس بتتبع الكلام ده وتطبق وتشتغل وبياخدوا اكشن. هفضل اقول لكم كل مرة تيك اكشن، فلحد ما تزهقوا وتبدأوا بقى تشتغلوا بجد وتنجحوا بقى وربنا يكرمكم. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. يبقى فكرتنا في هذا الفيديو كانت بتتلخص في ان انا ممكن انزل مجموعة من الفيديوهات، ادمجهم مع بعض، واعمل مونتاج محترم كده وتعليق صوتي، وبكده يبقى كل شيء زي الفل. ده اللي بيسموه فير يوز. اخر حاجة بس حابب اقولها، لو حابب يبقى عندك خلفية زي دي مجانية، ده مجرد كروم اكستنشن، امداد اسمه قرآن تاب، هسيب لكم اسمه في صندوق الوصف، ومن خلاله تقدر من وقت للتاني بتطلع لك هنا آية تسمعها بصوت فضيلة الشيخ الحصري او اي يعني من الشيوخ اللي موجود اسمائهم هنا في السيتنج، بيطلع لك هنا المواعيد، مواعيد الصلاة، وبتيجي هنا تضغط يقول لك فاضل قد ايه، وهنا درجة الحرارة، وايضا التاريخ الهجري. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم مرة، سواء انا نسب الناس ومن يعن يعن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.